دجلة بلا مياه أمر أصبح من الماضي القريب بعد معالجات واقعية من قبل الدوائر المعنية في محافظة واسط، حيث كان الجفاف يهدد المحافظة، غير أنها أطلقت على الشحة المائية طلقات الرحمة التي أنعشت المدينة من غياهب الجفاف، إطلاقات مختلفة وحسب المناسيب القادمة، لتتحول سدة الكوت إلى مكان لتوزيع المياه بالتساوي على الجميع. يردد الفلاحون: وجعلنا من الماء كل شيء حي، نعمل لأجل بقاء المحافظة على قيد الزراعة والحياة. رد المعنيون: كان هنالك عدة إجراءات نبتديها، مثلا بنصب محطات معالجة الشحة، محطات الضخ اللي هي بالتأكيد تساهم مساهمة كبيرة بسبب انخفاض مناسيب المياه في أعمدة الأنهر، وبالنتيجة هذه المحطات تساهم في تأمين الحصص المائية في الجداول بشكل عام. أيضا تطبيق نظام المراشنة أو المناوبة في توزيعات المياه كان لها دور كبير طبعا في المحافظة على كمية المياه المحدودة المتوفرة بأعمدة الأنهر، وكذلك منع ورفع التجاوزات بالتنسيق مع قيادة العمليات. يوميا يتم التنسيق مع منظومة سدة الكوت بتزويدهم بالبيانات الواجب إطلاقها من مؤخر سدة الكوت لغرض تأمين المياه إلى محافظة ميسان وكذلك محافظة البصرة، وكذلك يتم الإعازة إليهم بتوفير الحصة المائية المقررة إلى ذيقار عن طريق نهر الغراف، وكذلك بالنسبة إلى مشروع الجهاد لتأمين المياه إلى محافظة الديوانية. حجم الإطلاقات تعتبر متغيرة بين يوم وآخر وحسب المعطيات القادمة إلينا من سرايا بغداد، وحسب الاحتياج الفعلي أيضا، وحسب الفترة الزمنية الملائمة لإطلاق التصاريف لغرض الإرواء. نظام المراشنة التي تتبعه الموارد المائية في واسط وبإعاز من الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل جعلت من الجداول المائية الخاصة بالزراعة شبه خاوية، المياه هنا للشرب وقليل للزراعة، هي الخطة المتبعة لتوفير وصول المياه إلى ذيقار وميسان والبصرة، لتبدد كل الأصوات التي تدعي تجاوز المحافظة على حصة الغير من المياه. هذا حال أراضينا يقول المعنيون: لا تجاوز على حصة الغير، فالماء ملك الجميع ودليلنا أمام عيونك. المشاريع الإروائية داخل محافظة واسط واللي تبدأ تحاددها من محافظة بغداد وصولا إلى مؤخر سدة الكوت مشمولة بنظام المراشنة المتبع على أيمن وأيسر نهر دجلة. المشاريع اللي تكون فقط عليها سيحية وتوفير مياه شرب حصرا، يعني ما ممكن احنا نسمح بزراعة محاصيل صيفية، فالقصد انه احنا نوفر مياه شرب للقرى والإسالات وكذلك البساتين والخضر الصيفية المتعارف عليها وكميات قليلة. الغاية منه احنا ايصال المياه الى مؤخر سدة الكوت بالتصاريف المطلقة من الهيئة وصولا الى على الغربي ثم العمارة ثم البصرة لغرض ايصالها للمياه. صيف ساخن واحداث اكثر سخونة جعلت من الموارد المائية تلتهب بالتصريحات والانتقادات، فعملت وعملت بصمت واحيانا بعيدا عن شاشات التلفاز لترسم خلية الأزمة سياسات قد تكون فريدة في التعامل مع الأزمات لتصل إلى ما تراه الصواب في توفير المياه، لتعلن قائلة: هذه أفعالنا وهذه نتيجة تضافر الجهود، فاسقوا واشربوا ولا تسرفوا، إلى حين القضاء نهائيا على الأزمة مع أول هطول للأمطار.